في صلاح وتصدرها هداف الدوري الانجليزي، هل تتوقع ان صلاح هينافس على افضل لاعب في العالم السنه دي او ياخد افضل لاعب في العالم؟ اكيد يعني صلاح فخر العرب، تاني حاجه يعني صلاح يعني فخر لكل اللاعيبه اللي بيلعب معاهم، وجاب الجون امبارح يعني هايل جدا، اللي هو تكة يمين على تكة شمال بالجون على طول، بسم الله ما شاء الله عليه. يعني في نفس الوقت هو سريع جدا ومهاري ولياقته البدنية يعني من أعلى، من مرشح إن شاء الله ياخد الكرة الذهبية إن شاء الله. أكيد طبعا محمد صلاح داخل المنافسة قوية جدا دلوقتي بعد طبعا تسجيله الهدف امبارح أمام السيتي. هو تقريبا من أحسن لعيبة العالم، مش تقريبا هو أكيد، وهيخش في مشاركة من أفضل 10 لعيبة في العالم أكيد دلوقتي، وهو من المرشحين الأكبر ليها. اتوقع طبعا ان هو لاعب كويس جدا ولاعب مجتهد جدا، يعني تعب مع نفسه كده لغايه لما وصل حاجه زي كده. طبعا والله انا بتمنى ان هو يستمر يعني على اللي هو ماشي عليه ده، حاجه جميله وحاجه مشرف مصر يعني، فانا بتمنى له ان شاء الله ان هو يكسر الدنيا اكتر من كده. يعني هو خد دوري الابطال، ففي حاجه ما حصلتش في تاريخ مصري، وان شاء الله نشوف نماذج اكتر من كده، يعني ان هو يبقى حاجه زي محمد صلاح، عندنا المنتخب كله يبقى محمد صلاح يعني ان شاء الله. ان شاء الله يعني هو السنه دي صلاح محافظ جدا على مستواه ومستواه بيزيد. السنه اللي فاتت كان فريق ليفربول كان مستواه كله متذبذب وبتاع، صلاح الوحيد هو اللي كان محافظ عليه. ان شاء الله السنه دي لو في عدل ان شاء الله صلاح يفضل ياخد افضل لاعب في العالم باذن الله. الموضوع متعلق بالمنافسين اللي حواليه، مرتبط جدا برونالدو وحالته مع مانشستر يونايتد، مرتبط بدي بروين، مرتبط بميسي في بي اس جي ومعاه مبابي ونيمار. الموضوع كله ان هو الجائزه فرديه بس هي بتستوجب برضه بطولات، وممكن يبقى هو كفرديا عالي جدا وياخد هداف الدوري وافضل لاعب في الدوري، بس في النهايه ما ياخدش دوري الابطال. وياما حصلت مع لعيبه كتير، في لعيبه كانت كويسه وعامله نتائج فرديه كويسه بس كتيم ما عملش حاجه معاهم، والدليل العكس. يعني تعالى بص لمودريتش مثلا، خد البالون دور عشان ايه؟ عشان كاس العالم برضه كانوا عاملين اداء كويس كرواتيا، ومع مدريد كان واخد الشامبيونز. فبرضه هنا دي سندت مع دي ان هو مش احسن حاجه كان فرديا، بس جماعيا كان مع التيم بتاعه كان محقق كويس وكان ماشي كويس مع الفرقه بتاعته. دي برضه نقطه كويسه، نتمنى ان هو مع مصر يعمل حاجه ونصعد كاس العالم، دي هتبقى برضه يعني نقطه لصالحه جدا في سباق البالون دور. ونتمنى انه مع الليفر السنه دي يحقق دوري الابطال تاني والدوري بقى السنه دي، يا ريت يعني.